الوطني ديال 2019 بالنسبه للعلوم التجريبيه كان تمرين، كانوا عندنا مجموعه التمارين منهم بطبيعه الحال التمرين اللي كيهمنا اللي هو الدال، وفي الغالب تيكون عندنا دو بارتي اللي هما لا بارتي الاولى كتحط فيها التعبير ديال الداله اللي بغينا نخدموا بها، ومن بعد كتكون عندنا اون دوزيام بارتي اللي حنا كنكملوها في لي كالكول بشكل مباشر في هذوك لي دو. الوغ الى جينا رجعنا لهنايا للمعطى الاول، دونك الداله اللي تعطات كانت هي اس، دونك اف لي اكس تساوي اكس زائد 1 على 2 ناقص الين اكس زائد 1 على 2 الين اكس والسيتنان. وجاو هما يقولوا لي من بعد بان لا ليميت اللي غنحسبوا في الاول غتكون هي اش اكس كونسيل طون فيغ 0 بلس. اذا نكتبوا بعدا الداله هي الاولى، دونك اف لي اكس بطبيعه الحال ديما مجموعه التعريف، دونك انا غنقولوا كو كيل كو سوا اكس ابارتيان للدي لي اف اللي هو تعطى في التمرين هنايا، هنا بيكون عندنا اف دو اكس شحال هي اكس زائد 1 على 2 ناقص الين اكس، اكس زائد 1 على 2 ناقص الين اكس، وفي نفس الوقت غادي نقول اش زائد 1 على 2 الين اكس الكل والاستثنان زائد 1 على 2 الين اكس بطبيعه الحال زائد الكل والاستثنان. وخصني نكون تنميز بطبيعه الحال ما بين الا كانت اكس في وسط الالين وقالوا لي اس 2 هذيك تعني راه غير اكس بوحده لي اس 2 في وسط الالين، يعني في هذه الحاله يمكن نعوضها بجوج الين اكس، ما بين الا قلنا الين ديال اكس كلها اس 2، هادو جوج ديال العمليات اللي هما مختلفين تمام. الوغ السؤال الاول اللي جاو طلبوا منا، الوغ اول سؤال طلبوا منا في هذا التمرين هو اننا نحسبوا النهايه فاش في 0 بلس ونديروا لانتربريتاسيون جيومتريك. اذا مادام مطلوب مني هذا المعطى اش غنديروا هنايا؟ اذا انا قبل ما نبدا نتفكروا شنو هما النهايات اللي معروفين في الالين، شحال من نهايه معروفه عندنا في الالين؟ قلت لي بصاص لي طون فيغ زيرو بلوس تعطينا طون فيغ بلوس لانفيني فوالا في زيرو بلوس شحال تعطينا؟ الين تاع اكس في زيرو بلوس شحال تتكون؟ موان لانفيني فوالا. وبالنسبه لنهايه الالين في بلوس لانفيني شحال تعطينا؟ نهاية الالين بلس لانفيني فوالا تتعطينا كتعطينا زيرو نو في بلس لانفيني، نهاية الالين تتعطينا بلس لانفيني. الوغ الالين اكس على اكس بلس لانفيني هي اللي تتعطينا زيرو، الين اكس على اكس صافي. دونك هادو باش نعقلو عليهم. الوغ نجي دابا للتمرين ديالي ونجي دقة ونشوف اش بيوقع. دابا الا جيت عوض بزيرو هنا اول حاجة تنفكرو فيها هي التعويض. الوغ هنا غيكون عندي او ما نديرو التعويض ونبقاو نشوفو دوك لي فالور، الا عوضت هنايا بزيرو غتعطينا شحال؟ زيرو. هنا غنزيد شحال؟ 1 على 2. دونك ديما هادوك النهايات نولفوهم حتى ناخدوهم مزيان. هنا الالين في زيرو بلس شحال بيعطينا؟ موان بالموان اش غيولي؟ بيولي بلس تخي بيان. وهنا عندي الالين في موان لانفيني او كاغي شحال بيولي؟ الالين في زيرو بلس هي موان لانفيني فوالا، وهاديك اوسيتان غتردها بلس لانفيني. اذا اش تلقى دابا عندي بلس لانفيني وهاديك بموان الين تاهي شحال بتعطيني؟ بلس لانفيني وكاين زيرو، دونك الا جمعتهم شحال بيعطوني؟ بلس لانفيني غنقول ليه بلس لانفيني. وغنجي ونقول ليه علاش كار مباشره لا ليميت ديال اش ديال اكس كونتيل طون فيغ اش زيرو بلس، دونك لا ليميت ديال اكس كونتيل طون فيغ اش زيرو بلس ديال، دونك غنقول ليه علاش كار حيت هاد كار هي اللي مهمه، الا ما كتبتهاش بحال ان الجواب ديالي ما كاملش. اذا هنا حيت الالين تاع اكس في زيرو بلس شحال تساوي؟ موان لانفيني. الوغ ملي غادي دونك غنشد الاستنتاجات اللي بيكونوا متابعينهم، دونك لا ليميت تاع زيرو بلس بطبيعه الحال ديال موان الين اكس شحال بتساوي؟ بلس لانفيني، يمكن نكتبي غير وحده فيهم كاع، ولا ليميت عاوتاني ديال اكس كونتيل طون فيغ زيرو بلس ديال الين دو اكس او كاغي، هادي اللي انا بتكون بحال موان لانفيني في موان لانفيني غتعطينا شحال؟ بلس لانفيني. اذا هكا تيفهمني الاستاذ بانني راه خادم مزيان هذا هاد ليك. الوغ دروكا غادي نشوفوا شنو هما قال لي انتربريتي. دونك السؤال الثاني اللي جا تحط كان كوم سوي، قال لي من بعد وي انتربريتي لو ريزولتا جيومتريكمون. اش قصدوا بهذا السؤال؟
l'interprétation géométrique ديال une limite اش تتكون كيقول لها ديال l'interprétation géométrique ديال une limite اش غادي تكون en principe يا اما غتكون asymptote مي تنحسب ليميت ديال l'interprétation géométrique يا اما غنطيح في asymptote يا اما غنطيح فاش في branche parabolique صافي اما غتكون asymptote يا اما غتكون branche parabolique مزيان اشنا هما لي asymptote اللي عندي كاينين عندي ثلاثه لي asymptote ou les branches paraboliques, tu as au ou le jumeau est les asymptotes, mais les branches paraboliques, c'est des branches H infinies. Ça fait, c'est les branches infinies. Alors les asymptotes, on dit l'asymptote l'oula, l'IA H, horizontal. Ok, l'asymptote tenia, l'IA H, vertical. Ok, l'asymptote delta, l'IA oblique. Mzien? وبالنسبه لي برونش باراboliك اشنو معنى الاسيمبتوت بالعربيه هي مقارب انت نقول بانها مقارب اش يعني بان المنحنى غادي وتيقرب ليها يعني تيكون واحد المستقيم وتيكون المنحنى غادي تيقرب ليه بالنسبه للبرونش باراboliك ان المنحنى بحال مثلا الا رسمنا داله الالين الا جينا نرسموها نرسموها بحال هكا سي بون الوغ هذا الرسم هذا شي يعطيني المنحنى ديالاش ديال الالين وهكا حتى النهاية تقدر تحفظيهم من هذه الطريقة علاش باش ما إكس هذا هو إكس باش ما إكس غادي يكبر الصورة اش واقع عليهم تا هما اش دايرين غاديين واش وتيكبروا دونك نهاية في بليس لانفيني الإلين اش بغاتعطيني وي تري بيان وباش ما أنا تنقرب لزيرو الصور فين غاديين لزيرو لا أنا هو إكس غادي يتقرب لزيرو المنحنى فين تيتم غادي باش ما تنقربو لزيرو غادي للموال انفيني تري بيان الموال انفيني وهاد لا فورم هادي اللي تتشوفي هنايا خاصك واخا ما رسمتهاش مزيان كوم الفو ولكن هاد لا فورم هادي اللي تتشوفي هنايا تتسمى اش بحال اون برونش بارابوليك اشنو هي برونش بارابوليك هي جزء من بارابول اون برونش بارابوليك يعني اون برونش دان بارابول وهاد يعني فرع شل جميع بالعربيه وهو جزء من شلجم ولكن ما تابعش محور الاله بحال شلجم اللي قريناه في الكون كومون تابع اش محور الافاصيل اذا هنا يا اما تلقاي برونش بارابوليك هكا تبع كاين الحاله الثانيه تبع محور الاراتيب او الحاله الثالثه تبع ا اكس اذا هنا برونش بارابوليك نقول اما سويفون اش او اكس يا اما سويفون اش او ايغريك يا اما سويفون اش اون دروات ديكواسيون هاد لا دروات ديكواسيون ايغريك ايغال ا اكس الوغ هاد جوج الحالات فوالا الوغ هادشي اللي كاين اذا انا اش غيخصني خصني نعرف امتى نحسب هادي هادي امتى غنقولها وهادي امتى غنقولها وامتى هادي امتى غنقولها اذا باش نسهل عليا الحساب اشنو هما كاع هاد لي زانتربريتاسيون جيومتريك هما لي برونش انفيني في حالات لي ليميت واخا مزيان تنين عليهم اشنو هما كاع الحالات الممكنه يا اما يكونوا اسيمبتوت يا اما يكون اش برونش بارابوليك من سميتهم اش تنقولوا لهم لي برونش اش سميتهم لي برونش انفيني الاولين كاع لي جامعين لاسيمبتوت مع البرونش بارابوليك الوغ ملي تنقول برونش انفيني يعني فيهم لانفيني صافي يعني كاين فيهم لانفيني يعني يا اما غنحسب اكس تيمشي لشي عدد ويعطيني لانفيني يا اما تنحسب اكس يمشي لانفيني وتعطيني شي عدد يا اما تنحسب اكس غادي لانفيني وتعطيني اش لانفيني فيهم بجوج لانفيني اذا الحاله الاولى اللي هي ظريفه ما فيهاش صداع هي الا قلنا اكس تيمشي لشي عدد وهي اللي بنخدموا عليها انا ما غاديش نكمل كاع كلها ملكه كل ما حدنا غاديين في التمرين غنهضروا على حال وقينا لانفين في هذه الحاله تنقول ليه فوالا راه عندنا اش اسيمبتوت اش فيرتيكال ديكواسيون اش اكس ايغال ا ولا كان عندي الاكس ليميت ديال الاكس ديال هذه يعني اش ليميت ديال اكس طونفير اش لانفيني ديال اف دو اكس وعطاني واحد العدد بي هنا تنقول ليه عندي اسيمبتوت اش هوريزونتال ديكواسيون y ايغال ا بي ولكن هاد الحالات اللي بيبقاو هادي ولا هادي ولا هادي تيخصني بعدا في الاول تلقى اش هادو كلهم تنحسب ليميت في لانفيني تاع اكس كونتي تونفير لانفيني ديال اف دو اكس وتلقى تيعطيني اش لانفيني يعني ليميت في لانفيني شحال تعطينا لانفيني الوغ فاش تكون ليميت في لانفيني تعطيني مباشره لانفيني هنا المشكل اللي غيوقع انني ما تيمكن لياش نستنتج مباشره صافي ما تيمكن لياش انني نستنتج اش خصني خصني نحسب واحد النهايه واحده اخرى اللي هي اش ليميت ديال اكس كونتي تونفير لانفيني ديال اش
if لي x على x صافي الى هاد if لي x على x عطاتني 0 كنقول ليه راه سويفون او x يعني برونش بارابوليك سويفون او x الى عطاتني لانفيني راه برونش بارابوليك سويفون h او y والى عطاتني هاد if لي x على x عطاتني واحد العدد الي هو ديفيرون دو 0 عاود ثاني ما تنستنتجش خصني نمشي نحسب واحد النهايه ثالثه اللي هي الليميت ديال x كونتيل كون فيغ لانفيني ديال f دو x موان ax وفي هذه الحاله يا اما غتعطيني بي يا اما غتعطيني لانفيني الا عطاتني بي راه اش اسيمبتوت اوبليك ديكواسيون y ايغال ا x بلس بي والا عطاتني لانفيني راه اون برونش بارابوليك سويفون لا دروات ديكواسيون y ايغال ا x اذا نرجعو حنا للتمرين ديالنا اش لقينا x طون فيغ 0 عطاتنا بلس لانفيني اذا اش غنستنتج وي باش اللي غنستنتج سي لي اف فوالا ادمي اون تري بيان اون اسيمبتوت كاين ان بتي بروبليم الوغ اسيمبتوت اش فيرتيكال ولا هوريزونتال الوغ قلنا اكس طون فيغ ا وعطاتني لانفيني الوغ لاسيمبتوت فيرتيكال ولا هوريزونتال غيكون هنا فيرتيكال سي بون اون اسيمبتوت فيرتيكال كاين بتي بروبليم عندك في الصوت فوالا دونك غتكون عندنا اون اسيمبتوت اش فيرتيكال ديكواسيون مباشرة جو ميكفوز دونك ديكواسيون x إيكالا زيرو وهنا بلاص ما نقول وي جو كومبخو كاين ان بتي بروبليم في كونيكسيون بالنسبة ليك لأن الصوت ما توصلنيش مزيان فوالا ألوغ هنا اش قلنا دونك سي لي اف أدمي أون أسيمبتوت كي دايرة لاسيمبتوت ديكواسيون اش x إيكالا زيرو يا x طون فيغ زيرو تتحيدي طون تترتيها اش إيكال دونك هنا اش أ يعني إما تنقولو أو فوازيناج دو زيرو ولكن هنا حددو ليا في الفوازيناج في البلوس يعني اش غنقول أ دغوات دو بوان دابسيس اش زيرو x إيكالا زيرو أ دغوات دو بوان دابسيس زيرو ألوغ هذا بالنسبة للسؤال الأول أنا هادو خصنا دابا نوصلو لواحد المرحلة مهمة في التمارين كلهم اللي غنخدمو عليهم شنو هي هاد المرحلة هي ديال أنني نتخيل بأن هاد الوطني تحت ليا لاحظنا بأنه أول ملاحظة غتكون هو أن الوطنية تيتشابهو إذا أنا أي وطني دابا تنخدمو تنخدمو على أساس أنه الوطني ليا أنا مباشرة سي بون دونك هادو بشكل أساسي نكونو عارفينهم دونك من بين أول المعطيات اللي ما خصناش نساو فوالا اذا هنا لا كيسيون سويفونت اللي غادي تكون عندنا نجيو نعاود ثاني هنايا جاو عطاوني اون دوزيام كيسيون كي اي تي كوم سي دونك شنو هي هاد لا كيسيون لا كيسيون اللي كانت عندنا اللي جات من بعد دونك حنا درنا دابا لانتربريتاسيون جيومتريك لا كيسيون الثانيه قالوا لي فوالا فيريفي انت قول لي السؤال تفيريفي عندي دابا جوج ديال الطرق يعني فيريفي هي تحقق اول حاجه كنقولوا ابشر تفرح تقول فوالا ما عنديش مشكل راه سؤال سهل حيت هي فيريفيكاسيون انا غادي غير نتحقق من شي نتيجه شنو هاد لا فيريفيكاسيون قال لك اسيدي فيريفي كو اف دو اكس تساوي تعبير اكس زائد واحد على جوج زائد واحد على جوج إلين إكس ناقص واحد أشنو هو الخطأ اللي تيديرو الدراري اللي يمكن تضيع هاد ربع نقطة هاد ربع نقطة كي اللي تيضيعها تيجي وتيكتب ليا أش إف لي إكس تتساوي التعبير تيبقى تيحسب تيحسب باش يلقاها في الأخرى وهذا خطأ ما تكتب لياش إف لي إكس في الأول إلا بغيتي تكتب التعبير بوحدو فوالا يعني إلا بغيتي تكتب إف لي إكس تتساوي إف لي إكس تتساوي غادي دير إف لي إكس تتساوي هادشي اللي عندك في المعطيات وتبقى غادي توصل للتعبير هادي صحيحة ولكن إلا بغيتي تبدا من هاد التعبير تتكتب ليا التعبير تخي بيان وتبقى تتنشر حتى توصل لإف لي إكس عاد تقول في الآخر تيساوي إف لي إكس يعني يا إما تنقول حيت شنو هو الهدف ديالي بغيت نبدا من هادي
باش نبين بان هذا توصل لهادي. وهادشي اللي وقع للدراري تيقول لك النهار الوطني هو حطوا لنا داك السؤال سهل وجاوبت عليه وما ما حسبوهش ليا. لا راه انت قال لك هو تحقق من هذه المساله وقلت لي انت في اول معطى ها راه هما متساويين دونك ما يمكنش انا. دونك هنا لا ريبونس عندي بجوج طرق كي قلنا سواء نبدا الى بيت نبدا من ابني ولا نطيح في الثانيه ونبدا من الثانيه ونطيح في الاولى. برافو عليك. دونك سواء نبدا من الاولى ونطيح في الثانيه سواء نبدا من الثانيه ونطيح في الاولى. يعني هنايا اش غادي ندير الا بدينا من الاولى غنقول ليه اف لي اكس اشنو هي اف لي اكس هي هادي الخطا هو اللي يمشي يقول ليه اف لي اكس ويمشي يدير ليه داكشي اللي طلبوا منه فاش لا فيريفيكاسيون. دونك هنا غادي نلقى اكس بلس ان دومي موان ln دو اكس بلس ان دومي اش ln دو اكس لو تو au carré. Ou haka, radi tout le lendi, h, x, plus 1 demi. Ou la hena, radi n'aime le bush, bel elen. Ou que bel gamin aime le bel elen, bitin zéro, hadin m'sala b'sata. Radi n'j'y badi, bel ishara diela. Il n'y a tout le 1 demi, h, ln de x, au carré, moins ln de x. Ou haka, radi tout le lendi, x, plus 1 demi, plus ln de x facteur de 1 demi ln de x moins 1. Ça fait bien. Bittlet la hadou lblaça ou hna ash dert ash hna dik ln de x au carré amelt ln de x hiya li khrejna hna ash bqa liya 1 ala 2 ln x ناقص 1 ou hadchi li bghaw f ttmrin. Alors hadi vérification. وكاين واحد اخر غيبدا مناش من هنا صافقين واش بيدير في الاول بيدير الناشر سي بون ملي غيدير الناشر غيبدل هذا الترتيب بحال غير زاد بيقول لي في الاخر تتساوي اف اكس. يعني يا اما نبدا من هنا حتى نوصل لهنا او نبدا من هنا حتى نوصل لاش لاف دو صافي مزيان ما فيهاش مشكل هذه العمليه تري بيان. الوغ ندوزو دابا السؤال الاخر اللي جا دونك عطوني هاد الفيريفيكاسيون. علاش عطوني هاد الفيريفيكاسيون؟ حيت نورمالمون غتنفعني في السؤال اللي جاي. هما راه ماشي بغاو يبرزطوني هما بغاو غير يعاونوني. فين ما قال لك بين شي علاقه عاد قال لك ديدوير ولا قال لك بين شي عمليه وفيها ديما ديدوير دونك عرف بان السؤال راه الهدف ديالو انهم فقط بغاو يبسطوا عليك التمرين. الوغ هنا مباشره شنو هي العمليه الثانيه اللي بغات تكون؟ جا هو يقول لك ديدوير لا ليميت ديال اكس كونتيل كونفير زيرو بلس دونك جاو ما يقولوا لي لا ليميت ديال اكس كونتيل طونفير اش 0 بلس نشوف اش بيوقع كون ما عطاونيش هاد الفيريفيكاسيون اش كان بيوقع كون جيت خدمت بديك لا ليميت الاولى وهنا لا ليميت اللي طلبوا مني بطبيعه الحال اشناهي هاد لا ليميت؟ لا ليميت فاش بلس لانفيني لا ليميت بلس اني اش كانت بيوقع عندنا اش قلنا قبيله لا ليميت بلس لانفيني ديال ال ان اكس شحال تتساوي؟ هي بلس فوال. الوغ انا هكا غادي نلقى لا ليميت ديال اكس غنطيحو فاش انديتيرمين تري بيان غنطيحو فورم انديتيرمين حيت هنا غتولي موان لانفيني وهنا غتكون بلوس لانفيني وموان لانفيني الا جمعناها مع بلوس لانفيني غتعطينا اش فورم انديتيرمين. ولا ضربناهم ولا كان الضرب بيناتهم الا كان الضرب عادي فوالا تنحسبوها اش بطاطسنا إلا كان الضرب بين موان لانفيني و بليس لانفيني تنحسبوهم شحال بيعطينا موان لانفيني في بليس لانفيني بتعطينا موان لانفيني سي بون. الوغ إلا رجعت دابا هنايا غتكون غير هو في الجمع اللي قلنا تيكون عندي فورم انديتيرمين. إذا أنا هادي عطيني فورم انديتيرمين. إذا أنا بلا ما نمشي ندير هادي عاد نقول لها راه فورم انديتيرمين عاد نقلب على الطبيب غنجي نخدم من الأول بهادي. هادي اش قالوا لي إكس زائد واحد على جوج ديال إلين إكس من الأحسن نخدمو بالتعبير الثاني واحد على جوج إلين إكس ناقص واحد. إلا جينا نحسبوهم هادي في بلس لانفيني اش غتعطينا؟ بلس لانفيني. وهادي تا هي اش غتعطينا؟ بلس لانفيني. وهادي نيت تا هي اش؟ بلس لانفيني. إذا بلس لانفيني ضربناها في بلس لانفيني هي بلس لانفيني زدنا لها بلس لانفيني هي بلس لانفيني. إذا في الآخر كلشي شحال بيعطيني هنا؟ بيعطيني اش؟ بلس لانفيني. واش كملت؟ لا غادي نقول ليه ديما كا اش؟ غنحط ليه دوك العلاقات بثلاثة اللي خدمت بهم. تاع واحد على جوج ديال اكس كونتيل طون فيغ بلس لانفيني ديال
x plus 1 demi غتعطيني plus l'infini ou la limite ديال x quand il tend vers plus l'infini ديال ln de x غتعطيني plus l'infini ou la limite ديال x quand il tend vers plus l'infini ديال 1 sur 2 ln de x moins 1 تا هي غتعطيني h plus l'infini. Voilà, تنقول لها هذاك غطوا البال هذاك الا ما تنكتبهاش راه الاستاذ من حقه انه ما يعتبر ليش الجواب صحيح حيت انا داكشي اللي حسبتي انت انا الاستاذ ما غاديش تكتب ليه بحال هكا في الورقات الوطنيه هادشي تنكتب انا بالصفر ما غاتكتبوش يعني خصك تقول ليه كاف غيلمون داكشي اللي كتبته بالصفر هو اللي جيت كتبته هنا هذيك كتبي ليه فوالا انا راه ماشي جيت وحطيت هذيك لا ليميت ولا نقلتها ولا هذا انا راه عرفت اش ندير راه خدمت من الاول فوالا الوغ دابا حنا تنينا على لي ليميت وعرفنا لا ليميت في بلس لانفيني وكي قلت لك قبيله بان ما يمكنليش نستنتج لا ليميت في بلس لانفيني اش تتساوي اذا الى جينا نشوفوا هذا التمرين او بي و سي و دي راه الهدف ديالهم كلهم كان ممكن انه يقول لي اش كنكون بيصعبوا عليا التمرين هما راه باش ما قسموا التمرين عطاكم اسئله اكثر الا وهما ناويين يبسطوا يعني كون بيصعبوا عليا التمرين بيقول لي كالكولي لا ليميت في بلس لانفيني اي انتربريتي كي داروا في السؤال الاول بوي انتربريتي لو ريزولتا جيومتريك اذا هنا كان ممكن يديروا جوج فيها نفس السؤال كالكولي ليميت في بلس لانفيني نفس السؤال ولكن هما عرفوا هذا السؤال فيه شويه الخدمه دونك جاو قسموه على اربعه الاسئله وهذا نبدا خصكم تكونوا عارفين فاش يقول لك دو ا دو بي دو سي يعني راه كاين ترابط ما بين دوك الاسئله اذا هنا اش قلنا قبيله بلس لانفيني بلس لانفيني واش يمكن ندير لانتربريتاسيون جيومتريك ما يمكنش جاو دابا هما يعطيونا واحد السؤال صغير قال لك اسيدي مونتري كو بور تو اكس دو 0 بلس لانفيني بان ال ان دو اكس اوكار سيغ اكس تساوي ات مزيان غنرجعو دابا وغادي نخدمو على ديك العلاقه نديرو باج وحده اخرى جديده وغادي نتقسمو عاوتاني الورقه ديالنا على جوج وغادي نجي هنا وغادي نقول ليه فوالا كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني الو هنا اش بيكون عندي في هاد ليكزومبل اولا الو اول حاجه غادي خصنا ناخذوها في هذا المثال هو قالوا لي ln يعني باش نعاود نشوفها نفيريفي ln دو اكس او كاري سور اكس ln دو اكس دو تو او كاري سور اكس كاتش اللي قالوا لي فوالا حيت خصنا نرد البال ما بين واش اكس داخل الاقواس ولا خارج الاقواس الوغ هنا غادي نغشو شويه بداك السؤال اللي بغاو هما جذر اكس مزيان اذا انا بعدا اول حاجه غنفكر فيها هو نجبد هذاك الجذر اكس اللي بغاو اذا اش غيولي الجذر اكس غادي ندير ليه هنا دونك باش ندوز من اكس لجذر اكس يعني خصني في الداخل ندير جذر اكس الكل والاستثناء وهذا الشيء عاوتاني كله اش والاستثناء وحتى المقام اش بيولي عندي هاد القيمه هادي غادي تولي هي جذر اكس اش الكل والاستثناء اذا هنا ما درت والو فقط عوض عندي واحد العلاقه اش تقول بان الليميت ديال الالنج مكسكوز ديال ا اس ان اش يساوي ديما الالن ديال ا اس ان اش يساوي دائما هذه العلاقه المهمه برافو عليك هي ان ال ان ا بمعنى اش بيولي عندي في هذا التعبير هو فوالا دونك هنايا الاستثناء غتخرج وغتولي جوج الين ديال اش ديال جذر اكس وهادشي بطبيعه الحال اس اثنان وغنقسم على جذر اكس الكل اس اثنان دونك انا ملي غادي نبسط غادي تولي نشوف اش بغاو هما واش بغاو غير هاد العلاقه ولا بغاو اكثر ماشي مشكل نمشيو معاهم نزيدو شويه خطيو داكشي اللي بغاو في التمرين هنا دابا الى عندي ا فوا بي يعني الكل اس ان هي ا اس ان في بي اس ان بمعنى غتولي جوج اس اثنان اللي هي اش اربعة الالين ديال جذر اكس اش الكل اس اثنان مقسومة على اش جذر ديال اش ديال اكس الكل اس اثنان فوالا دونك عندي اربعة على ا اس اثنان على بي اس اثنان اذا عندي الحق نقول بان هذه هي اربعة مضروبة في الالين ديال اش ديال جذر اكس على جذر اكس وكل شيء حيت هنا ا اس اثنان على بي اس اثنان تتولي ا على بي الكل اس اثنان اذا هكا يعني خرجت هذا التعبير اذا وليت نفهم بان هاد القيمه هادي
عندي الحق انني نعوضها بقيمه واحده اخرى. هنا تيوجدوني بشكل او باخر لاش الاسئله اللي جايين تيقول انا تنزل قراءه يعني مسبقه للتمرين بحال تيوجدوني شي تغيير ديال اش ديال المتغير. والتغيير في المتغير بحال بغيت نحط واحد تي سميتها اش، تي غتكون هي جذر اكس في الغالب. ما عليناش حنا دابا جاوبنا على السي. عاد قال لي بوي اش ديدوي غاد لا ليميت، هاد لا ليميت خصك تبين لي بان شحال تتساوي زيرو. اذا هاني غنرجع لهنايا دونك اش غنقول ليه؟ دونك غنجي هنايا اون بوز تي، شحال غنحطو تي شحال تتساوي غاسين دو اكس، غاسين دو اكس. وهنا فين بغاو في بلوس لانفيني، واخا غادي نمشيو بلوس لانفيني. دونك مادام تي تتساوي غاسين دو اكس يعني الا كان اكس غادي لبلوس لانفيني تي تي علاش غتمشي تي بلوس لانفيني. تخي بيان، دونك ديريكتومون غادي نجيو نكتب لا ليميت ديال اش ديال اكس كونتيل طون فيغ بلوس لانفيني ديال ال ان ديال اكس او كاري مقسومة على x تتساوي. دابا انا غنحيد x وغندير بلاصة t. دونك لا ليميت بلاصة الا قلنا الا كان x غادي بلس لانفيني تا تي غادي بلس لانفيني. وهنا هاد التعبير حنا راه عوضنا اصلا خدمنا بجذر x اللي هي اش اللي هي تي. اذا انا التعبير عندي القيمة ديالو يعني اش غادي نكتب فقط 4 مضروبة فاش باي بلاصة ما نكتب جذر x باش غنعوض جذر x بالتي. إذن اش غيولي عندي؟ غيولي عندي ln ديال اش؟ ln دو تي ln دو تي سور تي لو تو كل بوصلك نعم. تخي بيان، دونك فاش يولي عندي ln تي على تي، ln تي على تي عارفينها حنا مسبقا، شنو ln تي على تي في بلوس لانفيني؟ هي زيرو. فوالا هي زيرو، دونك ديجا معروفة هاد القيمة، إذن ما غاديش تخليني نحل في هاد لي دوني، دونك هنا غادي نرجع مباشرة وغادي نقول ليه اون directement que la limite de t quand il tend vers plus l'infini de quoi de ln de t divisé par t égale à 0. Alors mubashara directement had la limite kulla ou la njiou hna ga directement bla ma nzirou ga on non ghanخدمو بطريقه بسيطه. دونك هادي غنجي من الاول وغنقول ليه اش كما نقولو تا هاد اون من الاول هادي شحال بتعطينا 0 غادي نقول ليه دونك فوالا تتساوي اش 4 0 اللي هي شحال 0 كار لا ليميت دو كوا دو تي كونتيل كونفير بلس لانفيني دو كوا دو ln دو تي ديفيزي بار تي ايغال ا 0. بطبيعة الحال درنا غير تغيير متغير مزيان سي بون ما كاينش مشكل. تخي بيان الوغ ماتنون لوتر كيسيون اللي وصلنا ليها هنا مونتري كو سي ادمي او فوازيناج دو بلوس لانفيني اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون اسيمبتوتيك لا دغوات دلتا ديكواسيون ايكغيك ايكالا اكس. عاود رجع اش قلنا قبل الوغ ساد دونك ديجا باش نعطيو كوكو غون اش اللي خدمنا لحد الان. دونك درنا خدمنا على ليميت في بلوس لانفيني ليميت في زيرو بلوس درنا لانتربريتاسيون جيومتريك اللي عطاتنا بانه الى دمي اون اسيمبتوت اش vertical. Après, درنا هاد لا فيريفيكاسيون وقلنا واحد الملاحظة مهمة باش يعطيك هاد لا فيريفيكاسيون ما تكتبليش اف لي اكس تساوي هادي عاد تبدا بالاكس يا اما تبدا من اف لي اكس بهذا التعبير وتوصل لهذا يا اما تبدا بهذا التعبير وتوصل لهاش القيمة ديال اف لي اكس. ومن بعد قلنا بانه اون ديدوير كو لا ليميت في بلوس لانفيني ايكالا كوا ايكالا بلوس لانفيني. دونك هنا الا حسبنا هادي بتعطيني بلوس لانفيني هادي بلوس لانفيني دونك سي توتافي نورمال. Après, j'ai un x bjadr x. Donc, automatiquement, on a fait la question de t. On a fait la question de t. La question de t est la question de t. La question de t est la question de t. Alors, on a fait la petite limite. Alors, on a fait la petite limite. Et la petite limite, on a fait la limite. Alors, on a fait une interprétation géométrique. On a fait l'interprétation géométrique. كيفاش غنجاوب هنا؟ انا في الاول قلنا كل ليميت دو اكس كونتيل طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ايكالا كوا ايكالا بلوس لانفيني. واش يمكن لي نلقى دابا الاستنتاج مباشره؟ لا
لا اش خصني ندير خصني نحسب اف دو اكس على اكس برافو عليك دونك غنحسبو اف لي اكس على اكس الوغ الا جينا بغينا نحسبو اف لي اكس على اكس غادي تولي هي لا ليميت ديال اش ديال اكس مكسكيز ندير لا باتري تسمعنا مزيان هي تنسمع كاسد شكرا دابا المساله اللي غادي نخدموا عليها دونك هذا الامتحان ديال 2019 ديال داك العام الوغ اللي غنخدموا عليه الوغ هنا عندي ليميت اف لي اكس على اكس الوغ شنو هي اف لي اكس اف لي اكس في التعبير ديالها اللي عطاونا هو اش قلنا هي اكس زائد شحال واحد على جوج من بعد اش عطاونا ناقص الين اكس سي صا ناقص الين اكس زائد اش واحد على جوج ln ديال x اش الكل وستنا اذا هنا ملي غادي نقسموا كلشي على x اش غيوقع عندنا هنايا نشوفوا دابا لا ليميت بطبيعه الحال فاش بلس لانفيني الوغ انا فاش غنبدا نبسط دابا الوغ لا ليميت في بلس لانفيني اش غتولي x على x اش بتعطينا واحد متفقين x على x اش غادي يتباع واحد على جوج مقسومة على إكس شحال بتولي هاد القيمة واحد على جوج إكس برافو عليكم دونك واحد على جوج إكس من بعد أش غادي نقص منها إلين دو إكس على إكس تخي بيان إلين دو إكس سوغ إكس ومن بعد أش غادي يبقى ليا واحد على جوج مضروبة فاش في إلين دو إكس وستنان على إكس علاش هما جاو قالوا لي غادي نحسبها بوحدها ونتهنا عليها حيت ملي جينا حتى لهنا عاد بدينا نفكروا في هذه كيفاش غنخرجوا غتبرزطنا دوك هما من الاول هنا ونا بعدا منا هاد الين دو اكس على اكس بلس لانفيني شحال تعطينا هادي شحال تعطينا الين اكس وكاري على اكس يلا هي اللي كنا تنخدموا فيها في الاسئله الاخرين شحال تعطينا هادي اكس زيرو وصل زيرو والين اكس على اكس بلس لانفيني شحال حتى هي زيرو حتى هي زيرو و اكس الى غادي لبلس لانفيني ودرنا واحد على بلس لانفيني شحال بيعطينا واحد حتى هي زيرو لا ماشي واحد انتم عقلوا عليها ديما هكا عندي درهم بغيت نقسمو على مليون الناس زيرو فوالا غتعطينا زيرو واحد على لانفيني عندي درهم بغيت نقسمو على بزاف ديال الناس ما غايجي حتى شي حد شي حاجه دونك واحد على لانفيني ديما تعطينا شحال زيرو اذا اش تلاحظ دابا هادو كلهم هادي زيرو هادي زيرو هادي زيرو زيرو فواحد على جوج زيرو هنا زيرو هنا زيرو اش يبقى ليا فوا جو كومبخون خاولة تخي بيان عاد فهمت الجواب ديالك دونك جاوبتي ديريكت على لو ريزولتا سي سا فوالا يعني هادو كلهم بيعطيونا شحال زيرو الوغ في الاخر اش بيبقى لينا واحد واحد متفقين دونك هاد القيمة شحال بتساوي واحد الو هكا واش من تلقى اف لي اكس على اكس تعطيني ا واش يمكن لي نستنتج باقص فوالا اش خصني نحسب خصني نحسب ليميت ديال اكس كونتيل طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص ماشي ديما ناقص اكس ناقص ا اكس حيت يعني كون خرجت لي انا جوج كنت غنقص شحال جوج اكس ولكن انا ملي خرج لي واحد واحد في اكس راه غتبقى اكس الو نزربو شويه هنا اشنو هي اف لي اكس هي هادي ياك الى نقصنا منها اكس اش بتعطينا بيت انا خد عندي ميمو ال غادي نخليهم التعبير نفسه ونحيدو منه اكس مزيانه تري بيان حيت هذاك هو المعنى ديال الفرق من اف لي اكس حيد اش اكس دونك فوالا وغادي يبقى لي داك التعبير نفسه والا بقى لي هذا التعبير نفسه ما غيخلق ليناش المشاكل لان هنا في بلس لانفيني هادي غتعطيني مو لانفيني وهادي غتعطيني بلس لانفيني هنا بيبقى لي عاوتاني ندير داك التبسيط الصغير اللي قلنا قبيله ديال انني نعمل باش من الاحسن هنا نخدمو بالتعبير الثاني عرفتوا شنو نقصد بالتعبير الثاني
نخدمو من الاحسن بهذا التعبير ونحيدو منه اكس من الاول ديريكت بلا ما نطلو كاع في هذيك العمليه. يعني من الاول من لهنايا غادي نجيو وهنا يعني من الاول غنجي وغادي نكتب ديريكت مع هذيك العلاقه وغادي ناخذ هنا اش بلس اش ln دو اكس فاكتور دو 1 دومي ln دو اكس موانز 1. الوغ الا جينا حسبناها هذه ساهله دابا ما بقاش عندي مشكل. من ديريكت غنجي نقول ليه فوالا هاد القيمه تتساوي شحال، هاد القيمه شحال تتساوي هنا بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني. بلس لانفيني في بلس لانفيني هي شحال، هي بلس زدت لها واحد على جوج غتبقى بلس لانفيني صافي. ويلا بغيتي تزيد كار ديك الساعه ماشي ماشي مشكل. واخا هنا واضحه المساله لا ليميت ديال اكس ملي تمشي لبلس لانفيني هنا حيت يقول لك ديما داك الاستاذ اللي بغيتي تجاوبو تفترض بانه غيسولك على اي حاجه كتبتيها منين جبتيها، اولا تفترض انت راسك بحال تشرح لواحد الانسان ما تيفهمش في الرياضيات، اذا اي حاجه كتبتيها خصك تقول لها مبرر. متفقين؟ هادي ماشي يعني هادي راه ماشي جينا حطينا هذيك العلاقه يعني فوالا لي غيزون علاش درنا هاد التعبير. خابيه اذا دابا انا لقيت لا ليميت في دابا حسبنا اف اكس ناقص ا اكس اش عطاتنا، حيت دابا ملي تنوصلوا لهاد المرحله تيبقى لي جوج الاحتمالات، يا اما اسيمبتوت اوبليك كونخرج لينا عدد يا اما داك التعليل اللي عطاونا. اذا هنا اش غنكتب التعليل بلا كاع ما نعاودو نقلوه، هو راه مكتوب بيتي تيلي. دونك الا حسبتي هذا الجواب باش تقول ليه دونك سي ادمي او فوازيناج دو بلس لانفيني، غتنقل ليه هادشي اللي قال اللي كاتبين يعني دونك سي ادمي اش او فوازيناج دو بلس لانفيني اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون اسيمبتوتيك دو لا دغوات دلتا ديكواسيون ايكغيك ايكال ا هي لقينا قبيله شحال واحد في اكس صافي. اذا هادي بتنقليها هكا بلا ما نكتبها باينه فهم؟ ايه باينه صافي. شوفوا معايا دابا وصلنا لا كيسيون نيميرو 3 خاولة سي بون ما كاينش مشكل خاولة سي كلير فوالا. الوغ الى رجعنا دونك خاولة كاين شي بروبليم في الكونيكسيون جيسبيغ تعاود ترجع ليا. الوغ لا كيسيون سويفونت هنا مونتري كو بوغ تو اكس دو 0 1 هنا جاهم يقولوا ليا x-1 plus ln x خاولة ماشي مشكل بالنسبة لك سي بون مفهوم ليكزومبل ما تتقطعش شوية عندك مرة كونيكسيون سي كلا تسمعي مزيان ما كانش مشكل في هذاك التعليل. كنتي معنا فاش قلت هذه المسألة اش بغيت نكتب في لا كونكليزيون غنقل هادشي اللي حطوا لي انيس دونك سي ادمي او فوزيناج دو بليس لانفيني برونش بارابوليك. سمعتيني فاش قلنا قبيلة؟ اه وي تخي بيان. الوغ دابا شوفوا معايا التمرين هنا كنبرزط الدراري بزاف داك العام واخا هو سؤال يمكن يكون كنبرزط الدراري بزاف وبعض المرات تحط لكم شي حاجه سهله ولكن غير اعتياديه. انا نقول لكم انا مثال اش قالوا لي عطوني اكس ناقص واحد زائد ln اكس وعطوني اكس ناقص واحد زائد ln اكس وعطوني جوج المجالات 0 1 وعطوني واحد بلس لانفيني وكتعبر بحال بغيت نشوف الاشاره ديالو في هذا المجال وفي هذا المجال. دونك اش غنجي ندير هنا نمشي نزيد واحد لاباج جديده. الوغ ديما اي حاجه ما مفهوماش بلوكيوني قول يا استاذ فوالا راه اللي ما فهمناش باش ما نبقاش في التمرين. دونك هنا كيلكو سوا اش كيلكو سوا اكس ابارتيان لهذاك الانترفال الاول اللي هو 0 1 الوغ كيلكو سوا اكس ابارتيان الانترفال الاول اللي هو اش 0 1 هنا x كي بيكون في هذا المجال عندنا بان x غيكون محصور ما بين 0 واش و 1 حيت ملي يكون هذا الصفر ماشي هذا المعقوف ماشي فاش في الصفر يعني قطعا. هنا سولا امبليك اش جوج الحوايج مهمين انا علاش اش عاطيني في هذا التمرين عاطيني x ناقص 1 سي بون وعاطيني اش ln x. هنا غادي نشوف الاشارات ديالهم كل وحده بوحده انا في 0 1 في 0 بين 0 1 الوغ اكس ناقص 1 كي غتكون صغر من 0 ولا اكبر من 0 انفيريور ل 0 فوال. والالينت اكس ملي تيكون اكس صغر من 1 كي تيكون حتى هو او انفيريور ل 0 فوال. ومجموع عددين سالبين عندي جوج الاعداد سالبين حتى هذا سالب وهذا سالب كي غيكون المجموع ديال هاد العددين السالبين جوج
نجم انفيريور ا زيرو فوالا دونك تا لا سوم ديالهم دونك غنجي نقول دونك لا سوم ديالهم بجوج سالبه صافي وهذه برصدات الدراري ديك العام رغم ان التفكير ديالها كان بسيط هنا عاوتاني غنقول لك كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال 1 بلس لانفيني الوغ اكس كي غيكون كبر من او يساوي 1 وعاوتاني هادشي تيعني اش بان اكس ناقص 1 كي دايره كبر من 0 وعاوتاني الان تاع اكس تا هو كي غيكون كبر من 0 هذا موجب وهذا موجب دونك هذا تيعني بانه مجموع عددي الموجبين كي غيكون موجب وصافي لاحظتوا التمرين شحال ساهل هنا ما فيهش مشكل سي بون الوغ غنجيو دابا للسؤال بي الوغ السؤال بي جا هو يقول لك مونطري دابا جا هو يطلب منك تحسب علاش بغاو هاد السؤال هذا 3 ا حيت قلت لكم ديما فين ما حطوا لي شي اسئله مترابطين عرف بانه هاد السؤال بينفعك فهاد السؤال بينفعك فهاد السؤال الوغ جا هو يقول لي احسب اف بريم واذا شفتوا اف بريم النتيجه اللي بغاونا نلقاو فيها في البسط اش كاينه ديك اكس ناقص 1 زائد ال اكس الوغ نجيو دابا نحسبوا اف بريم الوغ كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال اش 0 بلس لانفين كتبان لينا في الاول ديك اف طويله ولكن الا جينا بينا نشوفو انا نحط ديريكت اف بريم لي اكس باش نربحو السكور ولكن في الداخل غنحط اف هنا في نظركم اما احسن باش نخدم اين تعبير واش هذاك التعبير دابا عندي جوج ديال التعابير جوج ديال لي فورم ديال اف كاين هذا وكاين هذا افوتر افي هذا نفع نفس الاسئله الاولين ولكن في هذا السؤال ديال اف بريم اش اللي غينفعنا واش الاول ولا الثاني وعلاش واش هاد الاول هو اللي نقدروا نستعملوا هنايا صاد علاش غينفعنا الاول حيت فاير مجموع حيت صاد كاين غير الصوم صاد ماشي بحال كاين غير الصوم اما دابا يجب ديال المشاكل الضرب عاود الثاني وتنعرفوا بان اف واج غتولي اف بريم في واج دونك انا احسن نخدم باش بالاول ونخدم كونكيل اذا غنخدموا على التعبير الاول غيولي عندي اكس زائد 1 على 2 حيت انا ديما تنهرب بالجمع في الاشتقاق اسهل اذا 1 على 2 وهنا غادي يكون عندي ناقص اش ln دو اكس زائد 1 على 2 مضروبه ln دو اكس اش وسي 2 مشتقات اكس هي شحال شحال هي مشتقات اكس مشتقات اكس دائما شحال بتعطيني وي واحد واحد على جوج هو عدد ثابت تكون المشتقه ديالو هي شحال هي هي زيرو زيرو مشتقات الالين شحال بتعطينا ان سيغ اكس واحد على اكس دابا غادي نمشيو للمشتقه راه ما تنساوش هاد العام نتوما بالنسبه لكم في علوم تجريبيه محتمل بواحد النسبه كبيره انا تحت الداله اش الاسيه هكا غادي عامه هكا عامه ولكن ما كاينش شي قاعده في اطار المرجعيه تقول هاد الهضره سي بون دونك واحد النسبة كبيرة تتبان راه غتكون الدالة الأسية حنا ولكن إيه أستاذ هو دابا حنا ما بيناش دوك نخدمو الدالة الأسية لا هنا خصنا نفهمو واحد ديمونسيون اللي تيتفهمو ديما لأن ممكن يحط لك الإعلان يمكن يحط لك ليكسبونسيال يمكن يجمعهم بجوج ما عرفناش واحد العام تحطات في 2013 تحطات مركب دالتين بين الإعلان واش وليكسبونسيال إذا خصني نكون عارفهم بجوج هنا المشتقات الإعلان هي أش هنا بتبقى واحد على جوج اش هي مشتقات الالين دونك انا لا قبل ما نهضروا على مشتقات الالين اش يقول لي مشتقات اف اس ان شحال تتساوي هي 2 بريم او تري بيان انا الا قلت ان راه هي ان اف بريم فوا اف فوالا دونك هنا غيكون عندي 2 دونك الا رجعنا للتمرين بغينا نيت 2 دونك غادي نديرو فاش جوج فاش في المشتقات الالين اللي هي اي بريم فوالا وتما ال ان اكس اس جوج ناقص واحد داك اللي تيبقى تنقص منه واحد يعني هنا الا نقصنا واحد من جوج غيبقى ليا اس واحد دونك هي القيمه بشكل مباشر اذا غتبقى ال ان اكس الوغ هنا غيبقى ليا واحد هاد جوج مش واحد على جوج مشات بقات ليا ناقص ال ان اكس اللي قلنا هي ناقص اش واحد على اكس وهنا واحد على جوج مع جوج اش باتوا لي جوج على جوج مشاو بجوج واش غيبقى ليا هنايا ال ان بريم دو اكس هي شحال فوالا مضروبه فاش ال ان اكس دونك الا بغيت نبسط التعبير ديالي دابا ها هو باين الوغ ما غيبقى لياش مشكل دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني
غادي نلقى بان اف بريم دو اكس غادي تساوي 1 ناقص 1 على اكس زائد اش ln دو اكس سور اكس. وباش نحد المقامات ياك فهمتوا هادي ln تضربات 1 على اكس. دونك الا بغيت نحد المقامات دابا اش غيبقى ليا ديريكتومون اكس على اكس هي اللي بتعوض 1. هذيك اصلا المقام ديالها هو اش هو اكس وهنا غادي نزيد اش ln دو اكس. اذا في اخر المطاف اش يبان لي هذا التعبير شايفينه في شي بلاصه قبل التعبير شايفينو هو داك اللي داك واش عارفين عليه عارفين عليه الاشاره ديالو سي بون. و اكس كيدير ديما موجب سوبيريور 07 فوالا. دونك اش غنقول ليه كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال حيت شنو هو السؤال اللي جاي من بعد ها هو دابا هذا كملنا دونك لا كيسيون اللي بغاو راه جاوبنا عليها السي. دابا انا فين بديت بديت دابا طابلو دو فارياسيون. باش ندير طابلو دو فارياسيون تيخصني نكون عارف اف بريم وعارف الاشاره ديال اف بريم حيت البلاصه فين غتكون اف بريم موجبه راه دونك لا فونكسيون تتكون يعني كرواسونت وبلاصه فين تتكون اف بريم سالبه ليكواسيون تتكون اش لا فونكسيون جو ميكسكوز تتكون دي كرواسونت. دونك انا هنا فاش غادي نبدا في هذا ليكزومبل دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال اش 0 بلس لانفيني عندي بان اكس استريكتومون بوزيتيف. دونك اذا مادام هذا ديما موجب اذا شكون اللي غيأثر على اشاره اف بريم وهذا التعبير اللي الفوق. دونك هذه مهمه هذه الجمله لو سيني دو كوا دو اف بريم اي لو ميم سين دو كوا c'est bon et le même signe de quoi de x moins 1 plus quoi ln x. Et dans le même dire tableau ce tableau de variation et je compte tableau de variation tableau de variation et même je ne me trompe pas bien et je m'attends à la décision tableau de variation là tableau ou des legs il y en a qui n'ont pas mis ça là ou qui n'ont pas mis ça là تمام طبيعة الحال حيدو هاد الاكس في الوطن شتي ما تيبانش زوين ياك الا رسمناه كان افضل. داكشي علاش نهار الوطني تي معاك الادوات الهندسية ديالك كاملين راه دابا ممنوع هاد العام. وصلكم الاستدعاء ديال الباك وصلكم وصلكم الاستدعاء هيا وصلنا سير قولة سي بون عرفتوا في غدوزو غدوزو في لي سيت ديالكم نيت ولا في دوطخ بلاصه؟ وي وصل سعد غدوز في نفس الليسي ولا في شي ليسي اخر؟ لا لا سعد داونا الشاعر الحمراء سعد مزيان. وبالنسبه لك خوله فين بلاصه؟ انا غنوصل فين؟ لافاك في القضائيه. في القضائيه مزيان ايوا صافي سي بون. دوك يعني تقريبا ما بعدوش يعني ما بعدوش ليكم بزاف مزيان. لا انتوما من المسيره للقضيات فوالا دونك شويه. المهم فين ما كان الباك راه قريب. المهم هو داك النهار غيدوز مزيان وغيدوز كلشي ان شاء الله في احسن الظروف. فين ما دوزوا الباك سي بون غادي يكون ان شاء الله ميسر. الو الى جينا دابا لا كيسيون سويفونت الو هنا غيولي عندي من زيرو تالين تال بلس لانفيني. وفين تيتغيروا الاشارات ديال هذاك التعبير فين تتغير الاشاره ديال اكس ناقص واحد زائد ان اكس فين تتغير اش من عدد واحد فوالا. دونك هنا تتنعدم اف بريم. اذا هنا من زيرو حتى لواحد اش قلنا قبيله كي دايره الاشاره سالبه وقلنا هذا التعبير عنده نفس الاشاره ديال اف بريم. اذا هنا غتكون سالبه وهنا غتكون موجبه والبلايص فين تكون اف بريم سالبه يعني الداله تتكون اش تناقصيه والبلايص فين تكون موجبه الداله تتكون تزايديه. لا ليميت في 0 بلس شحال لقينا قبيله في 0 بلس حسبناها في الاول ها هي بلس لانفيني ونطلو حتى على بلس لانفيني حتى هي عطاتنا لا ليميت فيهم بلس بلس لانفيني. اذا هنا غادي نمشيو هنا غنلقاو بلس لانفيني وهنا حتى هنا غنلقاو
بلس لانفين. وهنا تيبقى لي نحسب الصوره واحد هي غنلقاوها هنا. هنا عندك الين واحد هي زيرو، الين واحد هي زيرو، غيبقى لك واحد زائد واحد على جوج هي شحال هي ثلاثة على جوج. هذه هي اف اي واحد اللي تتساوي شحال ثلاثة على جوج. غير عوض اف اي شبه واحد زائد واحد على جوج. هنا الالينت واحد شحال زيرو، الالينت واحد زيرو، دونك بقيتك واحد زائد واحد على جوج اللي هي ثلاثة على. واش بقى شي سؤال اخر؟ اون برانسيب ما بقاش. صافي ثلاثة. دابا وصلنا لاش الاربعة. اربعة بيهضروا لي على شكون ابيل اش المشتقة الثانية. هنا بيهضروا لي في لا كيسيون لا بارتي 4 على ما يسمى باش بالمشتقة الثانية. بمعنى هنا في هذا السؤال اش هي المشتقة الثانية؟ هي مشتقة المشتق. يعني هاد المشتقة اللي عطاوني هنا غادي نعاود ندير لها اش الاشتقاق. قالوا لي مونتري كو اف سكوند دو اكس، مونتري كو اف سكوند دو اكس ايغال ا 2 موان الين اكس سور اكس كار. اذا غنمشي المشتقة الثانية غندوزو لاون نوفيل باج، نقسمو عاوتاني لا باج ديالنا بشوية ونخدمو على لي دوني تاعنا. اشنا هي المشتقة ديال اف على جي؟ غتكون هي اش اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم مقسومة على اش شباب؟ اش غنقسمو؟ لا جي كاري. طيب على جي و كاري مزيان. دونك انا ولا عندي اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم لو تو ديفيزي بار جي و كاري. اذا ملي غيقولوا لي هنا غنقول كيلكو سوا اكس ا بارتيير لانترفال 0 بلس لانفيني ملي غيجيو يعطوني اف سكوند دو اكس. اشنا هي اف سكوند دو اكس؟ اون برانسيب هي المشتقة ديال المشتقة. انا عندي تعبير المشتقة هو اللي قلنا قبيلة اكس ناقص واحد. ياك عقلتو على المشتقة اللي لقينا قبيلة غنشدوها وغنعاودو نشتقو هذيك المشتقة. اذا فاش غيكون عندي اف على جي غنمشي دابا دقة بدقة هنا في التمرين. الوغ هادشي تيكاف بان دونك نورمالمون خصنا نديرو تكافئ ونبقاو غاديين، اولا نديرو غير هنا ديريكتومون واحد تساوي ونبقاو تنحسبو. الوغ هنا اف بريم دونك شناهي اف ديالنا؟ هي اكس ناقص واحد زائد الين اكس. دونك غتولي عندنا اش اكس ناقص واحد زائد الين اكس اش بريم مضروبة فاش اكس، وغادي نقص منها اف اللي هي اكس ناقص واحد زائد الين اكس اش مضروبة فاش في اكس بريم. وهادشي كلو غيتقسم على اش؟ على اكس والاستثنان. صافي فهمتو؟ دونك هاد العلاقة طبقنا، هادي اعتبرناها اش هي اف، وهادي اعتبرناها هي جي. دونك ولات اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم. الوغ الى بدينا في الاشتقاق شنو مشتقة اكس؟ واحد. شنو مشتقة واحد؟ زيرو. مشتقة الالم؟ واحد على اكس. وهادشي غادي تضرب فاش اكس. من بعد غادي نقصو شنو مشتقة اكس هنايا؟ غتكون هي واحد. اذا بكل بساطة انا بحال غندخل ناقص على ما بين الاقواس. اذا فاش انا غادي ندخل ناقص على ما بين الاقواس غتولي عندي هنا ناقص اكس ناقص ناقص واحد غادي تولي اش زائد واحد، وناقص مع زائد غتولي ناقص اش الين اكس. وهادشي كلو غادي نقسمو على اكس والاستثنان. وفي اخر المطاف الوغ اكس الا ضربناها في واحد تعطيني اكس، اكس الا ضربناها في واحد على اكس اش غتعطيني؟ اكس على اكس هي واحد. وغادي نقصو من بعد اكس وغادي نزيدو واحد وغادي نقصو اش الين اكس. هادشي اللي غادي يخرج غادي نقسمو على اش؟ على اكس والاستثنان. غطر اكس مع اكس واش غيبقى ليا؟ واحد زائد واحد هي شحال؟ هي جوج. دونك هادي غتعطيني اش؟ جوج ناقص الين اكس على اكس والاستثنان. وهاني لقيت دابا اش اف سكوند. اذا
غير ما كاش فيه شي مشكل اللي هو كبير. صافي مفهوم خوله سي بون مزيان مفهوم تري بيان. نجيو للسؤال الاخر اللي جاي من بعد. سعد ما كاينش مشكل سي بون مزيان تري بيان. دابا اش قالوا لي اون دي دوير كو سي ادمي ان بوين دانفليكسيون. نشرح لكم شنو هو هذا البوين دانفليكسيون. دابا بعض المرات تكون نفترضوا هذه اون فونكسيون. هاد لا فونكسيون كي دايره في نظركم الي كروسونت ولا دي كروسونت؟ كروسونت. ولكن اش تلاحظوا في هاد مورا هاد لو بوين هذا كان تقعر نحو الاسفل وهنا اجل ولا التقعر نحو الاعلى. هاد لو بوين فين تبدل هاد التقعر هو اللي كيعطينا تيتسمى لو بوين اش دانفليكسيون بالعربيه نقطه الانعطاف. الوغ باش نلقاو اش خصنا نديرو؟ هنا قال لك نفس السؤال montrer admis un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. اذا خصني نلقى لي كوردوني ديالو الاحداثيات ونمشيو بهذه الطريقه. اذا هنا غنقول له donc pour déterminer اش l'abscisse de du point d'inflexion يعني ما قلتش انا لي كوردوني بجوج قلت له غير لابسيس اش غنقول له il suffit de résoudre une équation فين تيكون هذا لو بوين دانفليكسيون فين تلقاو il suffit de résoudre l'équation عقلوا عليه de résoudre l'équation suivante شنو هي هذه ليكواسيون f seconde quel que soit x appartient à t de f غادي نحلوا ليكواسيون f seconde de quoi de x égal à 0 شنو هي f seconde يادي تفقين سكوند يادي دونك اش غادي نعوض هذا التعبير باش بجوج ناقص اكس جو مكسكوز جوج ناقص ln اكس على ايش على اكس سي 2 ايكال زيرو هاد اكس سي 2 مقسمين على لا تينا لهنا غتضرب فاش فاش غتضرب هاد اكس سي 2 بتضرب زيرو زيرو الوغ اش غيبقى ليا دونك جوج ناقص ln اكس تساوي زيرو نمشي معكم بشويه هنايا ماشي حاجه صعيبه غير بلي نمشيو بواحد الطريقه اللي هي باش يبان لنا داك التعبير الاخر الوغ غادي ناقص لاتينا الجهه الاخرى غتولي عندنا جوج تتساوي اش ln اكس بمعنى الا كان ا تساوي بي فان بي تساوي ا دونك بمعنى ان ln اكس اش تتساوي جوج الوغ باش نلقى اكس اش خصني ندخل هنايا ليكسبونسيال ولا دخلنا ليكسبونسيال غيصيرو بجوج غيبقى ليا اكس يساوي اكسبونسيال وكار فوالا يعني لقيت اول كوردوني ثاني كيفاش غنلقاو الكوردوني الثاني يعني لقيت الاوفسول خاولة باش نلقاو الارتو باش غنديرو الا عندي الاوفسول وبغيت الارتو باش غندير بكل بساطه غادي نحسب الصوره ديالو نعوضو تري بيان الوغ الا جينا بدا نعوضو هنا اش غيكون عندنا هاد القيمه اكسبونسيال كاري بلس ان دومي سور دو Voilà, exponentiel carré plus 1 sur 2. Je vais être une base. Moins ln exponentiel carré. Moins ln exponentiel au carré plus. Ln exponentiel carré, le tout au carré. Voilà. LH. C'est ça seulement. Ma quiche est seulement. اه سي بون ما كاينش شي حاجه دونك كاينه ديك ان دومي هي الاولى اللي سابقه دونك هنا ما كاين حتى شي تقسيم نخليوها هكا ماشي مشكل الو هنا الى جينا نشوفو غيبقى ليا اكسبونسيال او كاري بلس ان دومي شوف معايا هنا مزيان اكسبونسيال او كاري اش غتولي هي جوج ال ان اكسبونسيال غتولي جوج ال ان اكسبونسيال شحال هي ال ان اكسبونسيال هي واحد اذا ملي غادي نديرو جوج في واحد شحال غتبقى لينا جوج ياك فهمتوا هاد العلاقه خاوله سي بون وهنا عاوتاني تري بيان الوغ عاوتاني هنا اش عندي ln اكسبونسيال كاري هي جوج وبدنا نديرو لها من بعد اش وسي 2 وسي 2 شحال بتولي هي 4 ياك فهمتوا هاد الباساج لا هانتوما هنا قالوا لي ln تري بيان دونك هادي غتولي هي اش ln او كاري غتولي هي جوج في ال ان او وبني بني ندير لها اوسي 2 غتولي عندنا تما 4 لان هادي كلها بتولي يعني
جوج في جوج غتعطينا شحال أربعة أربعة على جوج شحال غتعطينا زائد شحال جوج جوج غتمشي هادي مع هادي نص زائد نص هو واحد دونك شحال باش يطلع إكسبونسيال كاري زائد واحد دونك لي كوردوني ديال البوان دانفليكسيون سميو مثلا اي بار اكزومبل الا ما عطاوناش هما السميه سمي كيما بغيت دونك هما اش او كاري واش او كاري اش بلس هادو هما لي كوردوني ديال لو بوان اش دانفليكس دونك هادشي اللي كنطلب في هذا السؤال الوغ هنا جاو في السؤال الموالي دونك فوالا حنا لقينا لو بوان دانفليكسيون جوف السؤال الموالي وما يقولوا لي مونتري كو بور تو اكس ابارتير زيرو اف دو اكس موان اكس تساوي التابير بوي ديدوير لا بوزيسيون غولاتيف دونك انا ما عنديش مشكل غادي نجيو وغادي نديرو ليه كو كيل كو سوا اكس ابارتير لانترفال زيرو بلس لانفيني وغادي نحط اف دو اكس اش بغاو هما اف دو اكس موان اكس إذن غنجي نقول لها f دو x موان x حنا حاسبينها قبيلة وهنا اش بغاو هما بغاو هاد f دو x موان x التعبير اللي باغيين هنا قالوا لي هاد ln دو x دونك بغاو بحال نعمل بهاد القيمة إذن هنا من الأفضل نخدم عاوتاني باش التعبير الأول صافي غنخدم هنا باش بالتعبير الأول وغنخدم متطابقة عامة بسيطة شوفوا معايا مزيان هنا اش بيكون هياك وبغاوني في نفس الوقت نعمل باش بواحد على جوج معطيات مهم اذا الى درت اف لي اكس ناقص اكس غتمشي اكس اش غيبقى لي غيبقى لي واحد على جوج ناقص الين اكس زائد اش واحد على جوج الين دو كوا دو اكس لو تو اوكا غنعمل غنحد المقامات بجوج غيبقى لي هنا واحد هنا كاينه الين اكس اش غتولي ناقص جوج الين اكس وهنا غادي نزيد اش ln دو اكس لو تو او كاري الا قلت لكم شنو هي ا او كاري موان 2 ا فوا بي بلس بي او كاري اش تساوي هادي هي ا موان ln دو موان ln اكس لو تو او كاري فوالا دونك متطابقه عامه هي انا غنبدا بهذه العمليه هي الاولى دونك هنا مباشره غيولي عندي ln دو اكس موان 1 دونك انا حيت متطابقه مع ا هو واحد وهنا جوج في ln x في واحد وهنا بي هي رانا غنسبق ln x او كاري هي الاولى باش تعطينا داك التعبير اللي بغاو دونك غتعطينا ln x او كاري بلس 2 ديفيزي باغ 2 وهذا الفرق كيدير مربع على عدد موجب ديما تيكون موجب دونك لان السؤال اللي جاي من بعد اش قالوا لي ديدوير اش قالوا لي في السؤال الاخر ديك هي العلاقه اللي بغاو سي بون ها هي لقيناها ديدوير لا بوزيسيون غولاتيف اذا انا فاش حسبت الفرق ما بين f و x اش عطانا عطانا عدد اللي هو موجب دونك انا اش غادي نستنتج دونك c ل f كون كان سالب دونك هذا اش بيكون عندنا دونك a اون ديسي ولا او دسي اش بغينا نقولوا هنايا في الفوق ولا لتحت او دسي فوالا سي بون او دسي دو كوا ولا اون او دو دلتا دلتا راه هو اش دلتا اللي عنده ليكواسيون y ايكال ا اكس وصافي هادشي اللي مطلوب في هاد التمرين اش غادي نخلي لكم هادي لا بوزيسيون غولاتيف لا بوزيسيون غولاتيف واش كاين الفوق ولا كاين لتحت صافي تتحسب الفرق وشوف واش موجب ولا سالب انا غنخلي لكم دابا جاتني مع الوقيته ديال الزوم الوغ غنخلي لكم ترسموا المنحنى وصيفطوه عليا في الواتساب ولا في صافي دونك رسموا المنحنى وصيفطوه عليا سي كلير الشباب ضربوا معاه وغنبداو المره الجايه غنكملوا المنحنى ونكملوا الاسئله الاخرين ان شاء الله دونك فوالا سي سكيل فو غوتونير باش نكملوا داكشي اللي باقي من ورا المنحنى نصحوا معاكم ونمشيو دقه نشوف لي زيرو اللي يمكن ديروا ناقصوا يلا دونك ديروا لي فور ديال المنحنى سي تري امبورطون ديك النقطه راه فيها بزاف الحوايج اللي يمكن